واو، الجو حار جداً، أريد المثلجات، لكن في مثل هذا الجو سأحتاج لصنع برج كامل. فكرة مذهلة جوزي، سأحضر الخلاط لنبدأ سوياً. لا داعي للخلاط، انظر ماذا لدي. آلة صنع المثلجات، إنها تجمدها بثانيتين، ولا حاجة للانتظار. ثانيتان؟ هذا غريب ويبدو مستحيلاً. بل هذا ممكن وسترى ذلك. نضع الفاكهة هنا و سنحظى بالكثير منها. تمام. هؤلاء المثلجات كالعصير. لا أعتقد أن هذه الآلة جيدة. بل هي كذلك، إنها لا تحتاج سوى للقليل من الثلج. سأحضره حالاً. الآن سوف تخرج المثلجات باردة جداً. أوه جوزي، يبدو أن محاولتك باءت بالفشل. أول واحدة لك أنت. ماذا لو قمنا بصنع المثلجات بأنفسنا؟ فصنعها ممتع للغاية. لا حاجة لذلك، تحتاج للمزيد من الثلج. سأضع كمية كبيرة وستتجمد بالتأكيد. لقد نجحت للتو. واو، برج من المثلجات. أو جوزي، أصبح قوامها كالمصاصة. لا مشكلة لدي، لا زلت أستطيع أكلها. لقد علق لسانك. يا للهول، ساعدني. انتظر. ركوب. إنها تتجمد بثانيتين، كان أمراً جيداً رغم ذلك. حسناً جوزي، يفضل أن ننسى أمر المثلجات الآن. لا 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 لا، يأست من الآلة لكنني لم أيأس بشأن المثلجات. لكن ما الذي ستفعله؟ أعرف أحداً يصنع المثلجات أفضل بكثير من هذه الخردة. من؟ أنا. حسناً جوزي، دعنا نحضر المزيد من الفاكهة. والآن لننتظر. واو،
أحببت برج المثلجات هذا، والآن ينقصنا شيء وحيد. وما هو؟ أكله. لذيذ، يستحق عناء الانتظار. أوه؟